كنت بتسلم على حد قبل كده واتكهربت فيه؟ طب تعال اقولك ايه ده وايه سببه بالظبط. الكهرباء الزايده اللي في الجسم دي طاقه كامنه نشطه عند بعض الناس، وعلى فكره هي مفيش فيها اي خطر كبير على صحه الانسان. طب ايه اللي بيخلينا نحس بالكهرباء في جسمنا؟ ظاهره الكهرباء في الجسم دي بتحصل بسبب انتقال الكهرباء الساكنه من شخص للتاني. طب يعني ايه كهرباء ساكنه؟ الكهرباء الساكنه دي بتحصل لما تتراكم شحنات كهربائيه غير متوازنه جوه الجسم، وده بيحصل لما جسمين يحتكوا ببعض ويحتفظ جسمك بالشحنه الكهربائيه دي، وده اللي بيخليك تحس بالكهرباء في جسمك وتتكهرب، وده لان ممكن تكون لابس هدوم صناعيه او بتستخدم على طول التليفون او الكمبيوتر، وده بيخلي الجسم ياخد من الاجهزه اللي بتستخدمها شحنات كهربائيه. لو عايزين نقول لكم ايه الحاجات اللي ممكن تعملوها علشان متحسوش بالكهرباء في الجسم، شجعونا بلايك واكسبلور وتابعونا اول باول، واكتبوا لنا في الكومنتات لو تعرضتوا لموقف محرج واتكهربتوا في حد، واستنونا في الجزء الثاني. وبس كده، يا دي الحكايه وما فيها. سلام.